مزنتي فيه فنان تشكيلي. بدات المسيره ديالي في مدينه الدار البيضاء. في البدايه ديالي بديت في الفيستيفالات، يعني كنت كندير لي بورتري او ميم طون، يعني من بعد الفيستيفالات دزت كندير ليكسبوزيسيون مع فنانين تشكيليين. سبق لي يعني عرضت معاهم، يعني بديت كنتعرف شيئا شيئا. من بعد بديت كنكتشف واحد يعني واحد الفكره ديال انني كنرسم في اللباس ديالي. بديت كنرسم في اللباس ديالي، من بعد قلت هذا اللباس هذا خاصني نستافد منه. شديته جات الفكره انني دخلته مع اللوحه، شديته لصقته في اللوحه، عرضتها في يعني في الرواق مع مجموعه ديال الفنانين. ما تقبلوش ليدي ديالي، شدوا اللوحه ديالي وشدوها يعني حصروها في واحد المكان، يعني ما بقاتش يعني ما بقاتش معروضه مع لي زارتيست. فجيت انا لقيت اللوحه ديالي ما كايناش في ليكسبو، يعني كنحس براسي بحال حقروني بحال شي حاجه بحال هكا. المهم مشيت كنقلب على اللوحه، هزيت ديك اللوحه حطيتها عندي في الجنب ديالي. داز واحد يعني من الجمهور، يعني من الناس اللي حضروا في المعرض، جاوا شافوني قالوا واو لوحه متحركه. انا بقيت كنشوف راسي بحال هكا كنقول اوكي لوحه متحركه. شديت ديك اللوحه خرجت بها عند الناس، يعني بهذيك يعني هذيك اللبسه اللي كنت لابسها خرجت بها عند الناس، حيت ديجا اللوحه كنت يعني ملصق فيها السروال ديالي مسبوق ورسمت فيه لوحه بلا بيرسبكتيف. لبستها خرجت بها يعني ليكسبو، صدقوا الناس كاملين جاو اتجهوا لي، مابقاش اتجهوا لدوك اللوحات. من تما بدات ديك الفكره ديال اللوحه المتحركه، صافي يعني خرجتها للشارع، عجبات الناس بزاف وبديت كنشتغل عليها. ملي بديت كنشتغل عليها الفكره بدات كتنجح وبدات كتطور، وسبق لي يعني عرضت بها خارج المغرب، يعني من بلجيكا، ودابا يعني درت بها جوله الحمد لله ونجحت لي الفكره حتى خارج المغرب. يعني جات لي ايدي اوريجينال اللي خلقت من عدم، يعني سبحان الله. بالنسبه للفكره يعني دخلتها حتى في العالم ديال الموضه. كنحاول انني كنرسم على اللباس، يعني في العالم ديال الموضه دخلته مع اللباس التقليدي، يعني كنشد لوحه كنصوبها بلو تخيك انترناسيونال، يعني او ميم طون كندخلها حتى في اللباس، يعني حتى اللباس حتى هو كنرسم فيه. هنا دخلت مع الموضه. المهم بالنسبه للموضه، يعني سبق لي دوزت واحد العرض مع واحد المصممه سميه العناني، مصممه معروفه في الميدان ديال الموضه. درت انا وياها واحد العرض وداز في سفراء الموضه، واحد العرض اللي حتى هو نجح الحمد لله، اللي شاركوا فيه هاد الشباب هادو. تبارك الله حتى هما داروا واحد لو شو، وعجبني داك لو شو اللي داروا بزاف بزاف. وهاد الدراري ان شاء الله راه غادي ندير بهم واحد الجوله خارج المغرب، يعني كل نهار كنريبيتي معاهم بحال هكا، يعني كنخدموا او ميم طو كنرسم فيهم، يعني كنعيشوا واحد الحيويه او ميم طو كن يعني. بالنسبه لهاد يعني لهاد العمل هذا هو لا بيرفورمانس، يعني هذا لا بيرفورمانس حتى هو داز في الحفل، حيت كاين واحد العرض اللي دوزتو ديال الفاشن شو دوزتو مع المصممه، وكاين هاد لا بيرفورمانس. هاد لا بيرفورمانس هي خروج اللوحه، يعني كتردها كترقص، تقدر ترد لوحه تتغني، تقدر بزاف الحوايج. يعني انا ما بغيتش ديك اللوحه تبقى غير في واحد الاطار في الحائط تنتظر الرحمه، يعني بغيت ترد واحد اللوحه يعني فيها واحد الحياه، وو ميم طو يعني كتشاركها مع الناس، يعني كتشاركها معاهم بالالوان وباللمسات اللي تنحط. هذه هي الفكره ديالو الحمد لله، يعني الحمد لله غدا دابا كتنتشر وغدا يعني كتزيد تطور اكثر واكثر، وتبارك الله عليكم. بالنسبه للفكره يعني تطورات ولات مدرسه، يعني مدرسه المتمرده المتجدده. هذه المدرسه هذه كيف ما شفتوا، يعني انا كندير لوحه في الشارع، كندير لوحه يعني دخلتها في المسرح، دخلتها في السينما، ودابا بغيت ندخلها حتى في الموضه. بالنسبه للموضه علاش يعني جاتني فكره انني ندخلها، يعني باش نوصل اللباس المغربي للعالميه. يعني قبل ما ندير هذا العرض هذا راه كنوجد ليه او ميم طو كنريبيتي عليه وكنقادو، يعني كيتبريبارا كامل، حتى لا ميزيك ديالو حتى هي كتقاد. كنشوفوا ديما في العالم ديال الموضه ان يعني الدري يعني الموديل كنشوفهم كيتمشاو. انا قلت علاش هما كيكونوا عندهم مواهب اخرى، قلت علاش ما تكتشفش المواهب اخرى ابار يعني ابار لانها موديل. فهاد العرض هذا كيكون فيه غيكون فيه دانس، غيكون فيه لعب تمثيل، بزاف د الحوايج. يعني الشباب راه عندهم بزاف د المواهب، وهذا هو الهدف ديالي، ان اللي اشتغل في هذه الفكره ديال المدرسه المتمرده المتجدده كنحاول انني نكتشف لهم المواهب ديالهم ونخرجها. هي كل فكره جديده
ضروري كتحارب عليها في الاول، ولكن ملي كتبقى كتشتغل عليها بزاف، يعني كتشتغل عليها وكتخرج فيها افكار وبزاف يعني اللي زايدين كيخرجوا منها، كيوليو الناس ديك الساعه كيامنوا بها وكيوليو الناس كيتفاعلوا معاك بها. حيت كاين صعوبات مع الناس، حيت كاين اللي كيقول لك سباق، كاين اللي كيقول لك كل واحد شنو تيقول، ولكن انا ما تسوقتش ليهم. علاش؟ حيت مامن بالفكره وميم طو عندي فكره يعني باغي نوصل بها، وبقيت كنشتغل عليها والحمد لله. دابا الناس اللي في شحال هادي كانوا كيحاربوني عليها ولا دابا عجبهم ولا كيتمنوا انهم يلبسوا اللبس ديالي. كنشكر هاد الشباب هادو اللي اشتغلوا معايا اللي كنحييهم، وثانيا كنشكر يعني الجمهور ديالي يعني اللي كيتابعني واللي كيساندني ديما. واللي بغيت نقول لكم ان الانسان اللي عنده حلم وعنده هدف باغي يوصل ليه وعنده فكره في دماغه يحاول انه يطبقها وما يتسوق لحتى شي يعني حتى شي حاجه، وضروري من العراقيل. حيت الانسان اللي كيبغي يوصل لشي هدف راه ضروري ما كيدوز من دوك العراقيل، حيت فاش غادي يوصل لذاك الهدف غادي يرتاح. او ميم طو دائما في تجدد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.